محمود، يعني قلت أنكم اتفقتم على أن تتفقوا، لكن ما حقيقة ما يتم تداوله وتسريبه من أن الإطار التنسيقي يعني أمهل الحزبين الكرديين عفوا أسبوعا واحدا للاتفاق أو التوافق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية؟ لا أعتقد بأن هناك مهلة بين القوى السياسية. الكرد انتظروا الأخوة الشيعة وخلافاتهم كثيرا، وتأخرت تأخر تشكيل الحكومة والمضي باستكمال استحقاق الدستور نتيجة هذه الخلافات، وكنا والاتحاد الوطني بالتحديد كان جزء من عملية تقريب وجهات النظر، وفي هذه اللحظة أيضا نحن بنفس بهذا المسار، أكدنا على ذلك كثيرا. وصراحة نحن أكثر عجالة من الأخوة السياسيين في البيت في الإطار التنسيقي والقوى الأخرى، نحن أكثر عجالة بأن نصل إلى تفاهم وتوافق، لأن هذا يعني سوف يعيد المرونة في التعامل بملفات أخرى معقدة في إقليم كردستان، ملف الانتخابات، ملف العمل المشترك، إدارة الحكومة. أنت تعلم بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لديهما ظل كبير سياسيا عسكريا أمنيا اقتصاديا في إقليم كردستان والمنطقة، لذلك نحتاج إلى أن تكون العلاقة بينهما ودية وأكثر إيجابية، لذلك نحن أكثر عجالة منهم أن نصل إلى توافق. لكن صراحة إن لم نصل إلى شخصية كما أسلفت متفق عليها لا ضير أن نأتي إلى ماذا لو وصلتم لشخصية متفق عليها؟ وهذا سؤال أنقله لسيد ياسين عزيز. يعني حتى لو اتفق باختصار أكرر السؤال، حتى لو اتفق الأكراد على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية، هل يعني ذلك بأنه بإمكان البرلمان بعدها أن يمضي بتشكيل الحكومة دون موافقة التيار الصدري؟ نعم، مساء الخير مجددا، تحياتي لكم والمشاهدين وللأستاذ محمود. يعني الأكراد جزء من المشكلة وليس المشكلة كلها طبعا، والأكراد أنا باعتقادي قريبين من حذف ملف رئاسة الجمهورية سواء بالاتفاق أو عدم الاتفاق. يبقى المعضلة والأزمة الكبيرة داخل المكون الشيعي، هل إذا توجه الإطار التنسيقي مع المتحالفين الجدد لتشكيل الحكومة أو لعقد جلسة برلمان من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، هل سيبقى التيار الصدري متفرجا؟ أنا أتصور أن التيار الصدري والسيد الصدر لن يبقوا متفرجين على هذا المشهد، وأنا أتصور أنهم سيستخدمون كل الوسائل المتاحة لمنع عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. لذا فلا تزال الأزمة والمشكلة داخل البيت الشيعي، وتبقى الأزمة السياسية الكبيرة في العراق في عدم توافق البيت الشيعي على موضوع